المكون السني لم تكتمل موضوع اليوم هذه القضية، وأنا أعتبرها مثل صلح الحديبية ماكو. هاي قرار الأخير اللي بين تنازل عزم وإلى إلى السيد الحلبوسي، أعتقد لولا تدخل اليوم دولة القانون وتدخل الإطار ما كان تنحل بوجود السيد المالكي. السيد المالكي أبو المواقف يعتبر، المواقف من تشتد. أما قضية صلح الحديبية شنو يعني صار له مشركين ومسلمين؟ لا لا مو يعني مشركين، لا اسمح لي اسمح لي، هم اختلفوا وبالتالي أصبح عملية أنه لابد أن أكثر من مرة جلسة وتسعة أشهر ماكو برلمان، بالتالي تدخل الإطار باجتماع بيت الدكتور حيدر العبادي وبيت السيد المالكي وانحلت القضية تقريبا.